معظم البنية الأساسية لأثيوبيا جابة من معونات، ومعظم السدود المبنية سواء على أنهار أومو مثلا مشتركة مع كينيا أو مع الصومال أو مع مصر كلها ممولة من هذه الأموال. الحاجة الثالثة أن تدخلت الدولة الأمريكية لمصالحها الخاصة في هذه المنطقة لعدم حدوث نزاعات قد تؤدي لعدم استقرارها وتهديد مصالحها. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أدت نعم. أنا بس أستاذ حضرتك على ذكر النزاعات تحديدا، شفت إزاي برضو تصريحات وزير الدفاع الإثيوبي يعني شيء بشيء يذكر فيما يتعلق بمحاولة تصدير للعالم أن مصر عايزة تاخد أكتر من حقها، وأن مصر عايزة تحارب أو أن هي تعتدي على إثيوبيا من أجل الحصول على حق أكبر من حقها. شفت إزاي التصريحات دي محاولة يعني التأثير على صورة مصر عالميا؟ لا، هو الهدف من هذه التصريحات أول حاجة يعني أنه يحصل على تعاطف العالم معاه، دي اول حاجه، يعني ان مصر هي المخطئه وان اثيوبيا هي على حق. انما واضح للعالم كله ان اثيوبيا هي المهدده والمعتديه على حقوق مصر والسودان بوضوح شديد، لان في اتفاقيات دوليه ملزمه لاثيوبيا ومنها اتفاقيه 1902 والتي بناء عليها تم تحديد الحدود الاثيوبيه وحد مع اريتريا ومع السودان، ودي ملزمة تماما لأثيوبيا في اتفاقية 1993 مع الرئيس السابق عن عدم الاعتداء وعدم إضرار، في القانون الدولي الذي يمنع قيام أي دولة ببناء أي سدود إلا بعد التشاور مع الدول المحتمل تضررها وفي نفس الوقت الحصول على موافقتهم أو الذهاب إلى المجتمع الدولي للتحكيم بينهم. كل ده الحقيقة مضروب عرض الحائط وأمام المجتمع الدولي وحتى أمام المراقبين كالولايات المتحدة الأمريكية، البنك الدولي، أفريقيا ممثلة بجنوب أفريقيا، الاتحاد الأوروبي. كل ده الحقيقة باين أمام العالم كله أن أثيوبيا دولة معتدية، دولة متعنتة ولا تريد الوصول إلى توافق حتى تاريخه يعني. فأنا شايف أن الدور الأمريكي كان إيجابي في هذه المرحلة بتاعت المفاوضات واشنطن، وكان إيجابي أيضا في الرسالة التي بعثها المجلس الأمن القومي. وأنا تخيلي أن المجلس الأمن القومي والولايات المتحدة الأمريكية تكاد تعلم أن الأمر إن لم يتم إلحاقه يعني سلميا قد ينزلق إلى منزلقات أخرى تضر بالمنطقة وبمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي فيها. وشايف أنه ممكن يتدخلوا تاني لإعادة المفاوضات، ولكن الحقيقة الضمانات المطلوبة بعد كده لإعادة المفاوضات مع أثيوبيا منعا لإهدار الوقت يجب صياغتها جيدا. هي أولا الحقيقة عدم محاولة ملء أو البدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، ثانيا أن تكون اتفاقية ملزمة لجميع أطرافها، ثالثا الحقيقة وضع بند واضح تماما لإزاي حل أي نزاع ينشأ في المستقبل سواء كان بالتقاضي أو بالعرض على أحد مجالس الأمم المتحدة أو بشكل أو بآخر يكون مرضي للطرف المصري ومرضي للأطراف الأخرى وضامنة لحقوق الأطراف الثلاثة. أنا بشكر الحقيقة حضرتك، شكرا جزيلا على